مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج وان اون وان. معانا النهارده واحد من اللاعبين المتالقين هذا الموسم مع فريق الجونه، واللي قدر خلال الفتره الاخيره بتالقه انه يلفت انظار العديد من انديه الدوري المصري، وبالاخص نادي الزمالك اللي كان قريب جدا من التعاقد معاه في يناير الماضي. وخلال الفتره الاخيره اخبار كثيره عن رغبه النادي الاهلي في التعاقد معاه. معانا النهارده احمد حسام لاعب فريق الجونه، اهلا بيك يا احمد، منورنا ومشرفنا الفوقع في الجول. حبيبي يا حامد، بنورك طبعا. شكرا على المقدمه الجميله دي، وان شاء الله نعمل حلقه كويسه كده باذن الله. في البدايه كده عايزين نعرف مين احمد حسام، يعني برضه عشان نكون صراحه مع بعض. احمد حسام اسمه بقى موجود على الساحه بعد اضطراب انتقال من نادي الزمالك، عايزين نعرف بقى قبل ما ندخل في الكواليس دي، عايزين نعرف بقى مين احمد حسام، عرفنا بيك، هل انت من ناشئين الجونه ولا ايه بالظبط الحكايه من الاول؟ انا طبعا من زي ما انت بتقول كده، انا من ناشئين الجونه، بقالي فوق دلوقتي من 2019، يعني فوق السبع سنين او ست سنين في نادي الجونه. اتصعدت. انا بدايتي اصلا مع نادي الجونه كانت بدايه غريبه، كنت في اكاديميه التربيه والتعليم، حي اكاديميه في مدينه نصر كده، وبعد كده رحت اختبارات امبي، وكنت خلاص كان ساعتها مدير القطاع كابتن ياسر محمدين، وكنت خلاص مضيت امام محمدين، معلش انا اسف، تمام، وكنت خلاص تقريبا خلاص موجود في امبي لحد اخر 3 4 ايام في الانتقالات، وحصلت مشكله كده وما حصلش نصيب، فخلاص انا كنت ساعتها بقى اللي هو اقعد في البيت بقى خلاص، كنت وعايز اسافر وبتاع ومش عارف ايه، وعايز اسافر بره مصر، عارف بقى اللي هو الاحباط اللي بيجي لك ده، قررت ان انت اصلا تنهي علاقتك، عايز احاول اخد تجربه بره او ابطل كوره، فاهم؟ الدنيا كانت باظت بقى خالص، عشان كان بقالي بتاع شهرين او شهرين ونص في امبي، وكانت خلاص الدنيا خلاص، وخلاص مش هلحق اروح نادي تاني، خلاص ناقص 4 ايام على الانتقالات. ما فيش، خلصت هنا، كان يوم الاحد عندنا كان ماتش ودي مع امبي، بلغوني يوم الاحد بالليل انت مش هتكمل معانا، كان جابوا مساك تاني كان اكثر خبره شويه، كان لعب دوري جمهوريه وكده. يوم الاحد بالليل نمت، صحيت حد زميل تاني ليا في نادي الجونه، في الاختبارات نادي الجونه، كلمني طب تعالى في النهارده ماتش ودي، كابتن يشوفك مش عارف ايه، كانوا هيلعبوا امبي بقى. هتلعب امبي؟ هلعب امبي اللي انا كنت معاها. تمام. فقلت له طيب، دي حاجه كويسه، انت عارف اللعيبه وعارف المهاجمين، عارف، بس انا اصلا ايه مش عايز اروح، عمال بقول انا قعدت شهرين في امبي ما اتاخدتش الناس خلاص يومين على القيد، فاهم؟ فروحت كان وسط مثلا 70 ناشئ ولا 80 ناشئ في ماتش ودي هيشوف الناس كلها، لحد الدقيقه 84 ما كنتش نزلت، نسيني، مش نزلت اصلا، نزل ال 70 لعيب وناقص انا 70 لعيب، والله 70 لعيب بره على الدكه. هو ده الماتش ايه مدته قد ايه؟ لا لا، كان بيلعب اربع اشواط، اللي هي الماتشات اللي بتتلعب ثلاث اربع اشواط عشان يشوف الناس، وامبي برضه نفس الكلام، فهو نسيني خالص لحد اخر سبع ثمان دقائق، فانا قاعد خلاص بقى بلم شنطتي وبتاع، فجاي يبص كده على الدكه يشوف لو في حد ناسيه ولا حاجه، فقال لي انت ما نزلتش؟ قال لي ومنزل، فاقوم انزل اعمل ايه بقى؟ اقوم انزل اعمل ايه في السبع ثمان دقائق دول؟ انا قعدت شهرين ما اتخنتش، اتخنت في 10 دقائق بس، فنزلت 10 دقائق ولا عملت يعني عادي، اللي هو اشتغلت الكوره جايه لي باص، الكوره ما جاتليش غير ثلاث اربع مرات تمام. فانا بعد بقى الماتش على طول رحت ايه، ما عدتش حتى على الدكه، قلت كان في ملعب الناشئين بتاع امبي ده، كنت رحت واخد بعضي وطالع، قلت خلاص اكيد مش هيقول لي حاجه، مش هروح استنى حتى مش هساله. لقيت حد بينادي عليا، فين كان بيلعب بشماله هناك مش عارف ايه، هو فكره ان انت بتلعب بدك الشمال ده هو حاجه اكتر حاجه مميزاك، صح؟ ممكن انا اصلا كنت بلعب مساك اصلا. امال كنت بتلعب ايه؟ يعني انا طول حياتي كنت بلعب مساك، كنت بلعب باك ليفت. باك ليفت، تمام، واحنا هنتكلم عن الموضوع ده. تمام، نكمل. فبس لقيت مدير القطاع ساعتها، كان مدير القطاع اللي كان ماسك الفرقه ساعتها كابتن محمود مصطفى، وكابتن محمود مصطفى وكان في موجود كابتن عمر لاشين، كابتن محمد مصطفى كان مدير القطاع، ودول المدربين محمود مصطفى وعمر لاشين. لقيتهم بينادوا عليا وتجميع ثلاث مدربين، وانت متقيد فين ومش عارف ايه، انا مش متقيد، طب انت فين ورقك مش عارف ايه، انا بقول لهم انا. قال لي ايوه يا ابني، مش عايز تلعب معانا ولا ايه؟ فقلت لهم ايوه، فاللي هو ايه انا عملت ايه اصلا، وكان في ناس تانية مميزه ما خدوهاش، فلقيته قال لي لا انت خلاص معانا ومش عارف ايه، هات ورقك بسرعه ومش عارف ايه، ويطلع على استاد القاهره، كان ناقص يومين بالظبط عقيد. فروحت بس استاد القاهره، مضيت هناك وخلصت، مضيت قبل ما امضي عمال بقول له تلعبوا دوري جمهوريه؟
بيلعبوا دوري انا بحلم ولا ايه؟ لا اصل هو كان الجونه ساعتها درجه ثانيه وما كانوش بيلعبوا دوري جمهوريه، فانا عمال باكد على النقطه دي عشان انا عايز العب دوري جمهوريه، ما كانش عمري لعبت دوري جمهوريه فاهم. بس فقال لي يا بقى نلعب لا ما كانش فيش مس خالص، الناشئين مكافئات بس وخلاص، مكافئات ما فيش مكافئات حد كمان. كانت فلوس قليله بصراحه في الناشئين، بس بصراحه استفدت يعني. يعني انا فعلا تدابير ربنا فوقها حاجه، لو كنت رحت ما كنتش هلعب، انا كنت بجلس السنين دي اللي انا اتطور واخد خبره. يعني انت عارف قطاع الناشئين في انبي على طول بينافس على البطوله والكلام ده كله، فكان ممكن ما يصبرش عليا في الاول، بس انا بقول لك كنتش بلعب مدافع يعني. تمام. طيب انت بقى كنت موجود في الجونه، قول لي بقى التدرج للفريق الاول، هل في عقبات كانت خلال التدرج للفريق الاول مثلا اللي انت ممكن اصلا برضو تمشي من الجونه، او جالك عروض، ولا كان الموضوع ماشي ازاي؟ انا لعبت اول سنه ليا في دوري الجمهوريه مع الجونه، كنا كانت ناس والله يعني مجموعه محترمه جدا، وبصراحه اتشرفت ان انا لعبت معاهم يعني لحد دلوقتي احنا اصحاب. بس ما كانت المراكز مش احسن، المركز مش احسن حاجه، كنا الاخير. قعدت اول سنه، وبعد كده تاني سنه اتصعدت للفرقه الاكبر والفرقه الاكبر، وشيت مع كل سنه كنت تصعد. تاني سنه بقى في نصها كده اتصعدت درجه، فالصيف اللي قبل كان مين اللي مطلعك؟ اللي بعد الكورونا كان مين اللي طلعك؟ كابتن رضا شحاته. احنا كنا بنعمل ماتشات وديه، كانوا في نظام كده عشان الجونه الفيرست تيم في الجونه والناشئين في القاهره، فبيبقى الموضوع ان هم يشوفوا اللعيبه بتبقى صعبه فاهم، فبيلعبوا بعض ماتشات وديه كل فتره كده. فلعبنا ماتش ودي هناك في الجونه، وبعديها طلعت بعديها بشهر. هنيجي بقى للموسم الاول ليك مع الجونه، اللي هو الموسم اللي احنا فيه ده. ايه اللي حصل لاحمد حسام في مشاركته في الدوري، وبعد ما خلاص الكلام ان انت رايح نادي الزمالك، ايه الاختلاف بين الاثنين، حسيت بايه؟ لا بص، انا مشاركتي اصلا في الاول كانت يعني انا كنت وصلت لدرجه، انا كان بقالي 3 سنين في الدرجه الاولى كنتش بلعب خالص خالص يعني، في الممتاز بي ما لعبتش حتى كمان، مش بلعب اساسي خالص ولا كتير. لا ما شاركتش ولا اصلا ماتش في الدوري، ولا كنت بدخل سكور، فكانت الموضوع ده عامل لي زي احباط كده. ايوه طبعا كنت يعني انت عارف، انا كمان كنت السنه اللي قبليها معاهم في الدوري ممتاز، وكانت مع لعيبه كلها اسامي كبيره يعني. انا حضرت كابتن حسام غالي وكابتن نادي الشباب قبل ما يمشي، وبعد كده حضرت بقى لعيبه الاهلي كلها اللي كانت جدي وكابتن نادي، مش عايز انسى حد يعني. ففاهم الموضوع اللي هو ايه، انت كنت في الممتاز، كان نزلت ممتاز بيه ما بتلعبش برضه، فالموضوع صعب، وخلاص سني كان بيخلص السنه بتاعت الممتاز بيه، فالموضوع كان هيبقى صعب جدا ان انا يعني كنت خلاص وصلني بقى لمرحله احباط يعني. حتى في اول السنه مع كابتن علاء يعني بشكره طبعا، وبشكر كابتن حصري يعني، فعلا الاثنين دول واثقوا فيا ثقه مش طبيعيه يعني. يعني ان هم يسيبوا لعيب المفروض ناشئ لسه ما لعبش ولا ماتش، ولا ماتش ممتاز بيه، دي مش حاجه سهله يعني. فانا بشكرهم بصراحه على الفرصه اللي هم ادوها لي دي. حتى اول ماتشين الدنيا ما كانتش احسن حاجه، ما كنتش برضو شاركت اول ماتشين في الدوري، وكنت متضايق وعايز العب وكده، بس اتضح لي بقى بعديها ان هو فعلا كانت اللي هو انت زي مش زي حمايه، بس اللي هو زي اللي انا اتعود على الاجواء الاول قبل ما ادخل عشان ما اتحرقش فاهم. بس فدي ساعدتني بصراحه. احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل في مفاوضات الزمالك مع احمد حسام، بدات من مين ومين اللي كلمك؟ المفاوضات كلها كانت مع الوكيل بتاعي. في الاول خالص كان اول مكالمه اتكلمتها كان وانا في المنتخب في الامارات. تمام حلو. كنا في الامارات وحصل زي مكالمه بسيطه كده مع الوكيل بتاعي وحد مسؤول من نادي الزمالك، كان اتكلم معايا على رغبتي والكلام ده كله. طبعا وكيلك احمد يحيى صح؟ على رغبتي في اللعب للزمالك والكلام ده كله. طبعا اي حد يتشرف انه يلعب لنادي الزمالك يعني، الزمالك نادي كبير ونادي الاهلي برضو نادي كبير طبعا. فطبعا قلت له توازن انت ها؟ عشان لا والله ولا موازنه ولا حاجه والله، بس دي حقيقه يعني. الكوره اهلي والزمالك في مصر، مع احترامي لاي نادي تاني، بس اكبر ناديين في مصر. بس فكان طبعا قلت لرغبتي طبعا ان انا ما عنديش اي مشكله، وشرف ليا ان انا في نادي الزمالك. ومن هنا بقى ابتدت المفاوضات واحده واحده كده، كان لسه القيد مقفول كمان. كان لسه الزمالك ما كانش عنده هناك قيد، ما كانش سامع الفلوس. وانا بصراحه يمكن بقى دي ممكن شويه قله خبره مني، بس انا ما كنتش احب ان انا ادخل في جو المفاوضات ده، كنت بسيبه لاحمد عشان ما ياخدش من تركيزي. ممكن اكون عندي قله خبره شويه ان انا اعرف اركز في الحاجتين،
فكنت لازم افصل في وقت من الاوقات، لان هو كان وقت حساس قوي ليا، كان لسه وقت حساس من لاعب ما كانش بيلعب سنه اولى دوري ممتاز وما لعبتش 40 ماتش. يعني انا لعبت في الاول في الاخر 5 6 ماتشات، فانا محتاج اللعب ومحتاج اركز مع فرقتي واحنا كمان زي ما انت عارف احنا لسه نادي اول سنه لينا في الدوري الممتاز بعد عدم هبطنا، فكان لا محتاج في الوقت ده انا اركز مع فرقتي اكتر بس. فكانت زي ما اقول لك كده اول مكالمه في الامارات، وزي ما قلت لك كده بديت رغبه طبعا لزيك نادي كبير، وبعد كده بقى سبت المفاوضات لاحمد لما رجعنا بقى. مفاوضات بقى، خلال مفاوضاتك مع نادي الزمالك الكلام في الاول كان ان هو العقد هيبقى بيع نهائي، وبعد كده اتقال لا ان هو هيبقى عارض نيه البيع. كان الزمالك كان عارض 3 مليون جنيه بس نادي الجونه طلب 1 مليون جنيه اللي هو بتاع نور السيد. بص انا في حته الارقام دي ما اقدرش اجزم لك على حاجه، لان هي يعني عارف في تفاصيل ما بين الادارتين الواحد ما يقدرش يدخل فيها قوي فاهم، بس اللي اقدر اقول لك ان هو لا كان في مفاوضات وكان في كلام، كان بيتكلموا في الاول في بيع نهائي، وبعد كده الموضوع اتعطل شويه مش عارف بقى بصراحه من ناحيتهم كان في ازمه فلوس شويه او الزمالك ايه، ولا او المدرب اللي موجود دلوقتي المدير الفني الاجنبي جوميز، فانا مش عارف كانت الموضوع وصل لايه، بس كان زي في اللي هو اختلاف في وجهات النظر زي ما بتقول كده في الفلوس، وبعد كده متهيألي وصل لي يعني ان هو طب يبقى في عرض ان هو يبقى عارض بنيه البيع بس، فالموضوع في الاخر يعني طب والعرض عرض نيه البيع ايه اللي حصل وما خلاش الصفقه تتم؟ انا والله بص انا زي ما انا بسمع كده معاك، انا كنت سمعت ان هم كانوا محتاجين فعلا الفلوس بتاعت كان ليهم فلوس تقريبا نور السيد كان 1 مليون جنيه، كان ليهم فلوس قبل كده فكانوا طالبينها في الاول عشان يكملوا مفاوضات. يعني نادي الجونه حط عشان ابدا معاك مفاوضات انا حط دي 1 مليون جنيه. ما اقدرش اجزم لك فيها بس دي اللي انا كنت بسمعه صراحه من هنا من عندك هنا. بشكر نادي الجونه، نادي الجونه ما وقفش معايا يعني او وقفش في طريق ما وقفش طريق في اي حاجه يعني. نادي الجونه كان مرحب ان انت تمشي زي ما كان كابتن علاء وكابتن حسني كانوا بيطلعوا يتكلموا ما عندهمش اي مشكله خالص، طول ما هي يعني انا في النادي ده بقالي 6 7 سنين، تمام. النادي ده كان على طول سياسته ان احنا ما عندناش مشكله اللعيبه الصغيره تبتدي تتحرك طول ما هو بيجي اوفر كويس او الكلام ده كله، فما دام انت شفت ان الموضوع وقف في الاخر يبقى الموضوع ما كانش واقف من ناحيتهم. لا على ذكر الكابتن علاء عبد العال، هو طلع في تصريحات تلفزيونيه قال ان لا امانع من بيع احمد حسام، قال ان احمد حسام يعني لاعب مميز ومفيش زيه كتير في الدوري المصري بيلعب برجله الشمال واليمين، وقال ان مركزه ده مركز حساس فما عنديش مشكله انه يتباع، بس لازم الزمالك يدفع رقم كبير زي ما حصل في زياد كمال مع امبي. هل انت شايف ان التصريحات دي كانت ممكن وقفت المفاوضات ولا؟ انا شايف ان ده من حق بصراحه نادي الجونه وكابتن علاء وكابتن حسن، ان هم انا اللعيب بتاعهم هم استثمروا فيه اكتر من 5 6 سنين، فنادي الجونه ليه فضل عليا طبعا بعد ربنا ان هو طبعا لازم يستفيد برضه، هم ما بيطلبوش حاجه اوفر او ما تهاليش ان الاداره تطلب حاجه اوفر، في انديه تانية بتطلب ارقام انت عارف كبير. طبعا بتبقى ارقام صعبه جدا، بس لا نادي الجونه ما عملش كده متهيألي، يعني اللي انا كنت وصلت معاه ان النادي لا ما طلبش الارقام الغريبه دي، وكابتن علاء فعلا انا كان يعني كابتن علاء قال لك ايه؟ كابتن علاء كان على طول كلامه معايا ان انت طول ما انت رجلك في الملعب وطول ما انت اداءك كويس كل حد يعني هيجي لك هنا وهيجي لك هنا وهيجي لك هنا، فانت اللي خلى الناس دي تتكلم عليك ان لعبك في الملعب وادائك، فانت اهم حاجه الملعب وسيب، وانا مش هو فعلا بصراحه ما وقفش في طريق قال لي انا ما عنديش مانع ان انت تتحرك طول ما هي في مصلحتك وهتبقى فيها عائد مالي هيدخل النادي كويس ما عنديش اي مشكله، بس برضو لازم نشوف نراعي مصلحه النادي زي ما بنراعي مصلحته. كان في كلام اتقال ان انت كنت انقطعت عن التدريبات علشان تروح نادي الزمالك، الكلام ده حصل؟ لا 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 خالص، لا انا كنت مفيش غير تقريبا هو طلع، انا عارف اليوم اللي طلع فيه الخبر ده بس انا بقول لك لا لا انا في يوم واحد بس اللي استأذنت من الاداره ومن الجهاز الفني ان انا اتاخر يوم، يعني كانوا هما رجعوا مثلا السبت انا رجعت الحد، تمام. ولا لا كانت بموافقتهم يعني كان موافقه اداره النادي، كان يعني الاداره عارفه والجهاز عارف ما كانش فيه اي مشكله خالص في الموضوع ده، حتى ما كلمنيش في حاجه. خلال مفاوضاتك مع نادي الزمالك برضو كان طلع صوره لك التوقيع، هل انت تعاقبت في النادي؟ لا هو صوره التوقيع دي زي ما يا سيده
الموضوع ده حصل فيه لغط كبير وكانوا عايزين انا اطلع اتكلم طب اطلع وضح، وفي ناس كتير كلمتني طب اطلع اتكلم والكلام ده كله. والصوره دي كانت صوره، مش صوره امدتي مع نادي الزمالك خالص اصلا، هو مش انا اللي بقول لك، حتى هو اداره نادي الزمالك الاستاذ احمد سالم الحدث الرسمي الناس اللي جايه لك المحدث قال ان احنا ما تفاوضناش اصلا. ايوه هو فعلا طلع قال كده، فهو يعني المصدر جاي لك من النادي نفسه قال لك ما فاوضاش، فاهم؟ فهو فعلا لا ما فيش الكلام ده خالص. انا احنا كان في مفاوضات والكلام ده كله كان موجود، بس ما حصلش ان انا مضيت او حاجه. لا هو انت طبعا لما اجي امضي هيبقى الامضه دي بمعرفه نادي الجونه ونادي الزمالك. نادي الزمالك نفسه قال لك احنا ما فاوضناش. يعني احمد حسام شايف نفسه اللي هو لو كان راح نادي الزمالك كان هيعرف يلعب اساسي مع اللعيبه اللي موجوده دلوقتي حاليا؟ والله اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك كلها لعيبه كويسه جدا وعلى مستوى عالي قوي قوي قوي، المنافسه للناس كلها يعني ماشي، بس انت شايف طبعا هيبقى في قدراتك منافسه. اللي انت تقدر تلعب اساسي؟ يعني دلوقتي انت مثلا في نادي الزمالك بعد اصابه الونش المثلوثي اللي هو الباك اليمين بيلعب مساك مع حسام عبد المجيد، ماشيين كويس ومحمود علاء يعني يعتبر المدير الفني مش حاطه في الحسبان، فشايف ان انت كنت ممكن تقدر تلعب اساسي خاصه ان حسام عبد المجيد برضه معاك في المنتخب الاولمبي. والله. اللي انت بتتكلم عليهم دول كلهم لعيبه كويسه جدا يعني، ما اقدرش طبعا انا اتكلم عليهم، فاهم؟ لا انا بتكلم لا شايف انا من بقول وجهه لك طبعا نظرك مفيش حد كنفسك هيقول لك اكيد هو قاعد، مقيم مفيش نفسك حد هيقول وشايف لك هو قاعد معاك انا ما اقدرش العب هناك. لا طبعا الحمد لله عندي ثقه بنفسي كويسه وعارف ان انا لو موجود في المكان ده اقدر انافس. طبعا انت بتعمل اللي عليك وبتسيب بقى للمدير الفني هو اللي يختار، لكن طبعا لو انت هتيجي تسالني انا لا ان شاء الله اقدر. طبعا خلال الفترة الأخيرة كان في كلام كتير جدا للنادي الأهلي في مفاوضات مع الجونة لضم أحمد حسام، هل في كلام فعلا حصل من الأهلي؟ أو مثلا في كلام من وكيلك أحمد يحيى قال لك إن الأهلي بيتابعك؟ والله هو انا بص انا زي ما انت بتتكلم كده انا سمعتها، بس سمعتها بعد ماتش الاهلي بس. لا هو ما فيش حد من النادي خالص كلمني ولا من اداره النادي الاهلي ولا اي حاجه، بس كل اللي اقدر اقول لك ان انا سمعت الموضوع ده في الاعلام، وفي كذا حد كلمني قال لي ان الاهلي بيمركز معاك، والاهلي بعد ماتش الاهلي الناس تابعتك وقالت في حقك كلام كويس يعني وبتتابعك وبتاع، بس ما في حته المفاوضات دي لا ما وصلتش تمام. طب المفاوضات احمد رسميه. يحيى قال لك ان الاهلي بيتابعك؟ واحمد كلامه كله معايا ان يعني احمد ما بي لو اي حد مع احمد هنا بيجي يقعد معاك يقول لك الموضوع ده احمد عارف احمد يعني فاهم، انت عارف اكتر مني تلاقيك. احمد ما بي يعني ما بيحبش يشغل بال اللعيب بحاجات تانية بره الكوره، بس طبعا بيبقى هو بقى طبعا بيوصل له حاجات بيبقى عارف. هو طبعا قايل لي ان احنا ان شاء الله ناخد ستيب اكبر شويه وخطوه اكبر في الصيف، فشد حيلك والكلام ده كله، بس بصراحه ما اتكلمتش معاك في الموضوع ده. بس ما كانش معاك في موضوع الاهلي. لا هو قال لي بس شد حيلك وركز وكلمني بس ده كان بعد بعد الماتش. كلمني بعد الماتش كويس يعني. طيب اكيد في حاجه. لا الله اعلم والله بجد مش عارف. احمد حسام لو جاله دلوقتي في الصيف عرض من الاهلي والزمالك هيروح فين؟ والله بعيد عن الفلوس بقى وبعيد عن اي حاجه طبعا، لازم اداره نادي الجونه تكون يعني ده نتكلم كيف كده موافق؟ مبدئيا. لازم يكون العرض المالي لنادي الجونه مرضي ليهم، لان زي ما قلت لك كده انا النادي ده ليه مكانه خاصه عندي لان هو ده اللي عمل اسم احمد حسام. تاني حاجه ان نادي الاهلي او نادي الزمالك رقم واحد ابص في فرص اللعب. طبعا انا بصراحه بيبقى رقم واحد بالنسبه لي بعيد عن اي حاجه، بعيد عن الماديات، طبعا الماديات مهمه، بس رقم واحد بالنسبه لي اللعب. ما بلعبش اصلا، انا جربت قعدت 4 سنين ما لعبتش، فاهم؟ فاللعب جربت ده الشغوف اللعبه ده نعمه، اللعبه ده نعمه طبعا، سواء اهلي سواء زمالك اللي ليا فيه فرصه للعب اكتر طبعا هتجي ليا طب انت شايف فرصك في اللعب في الزمالك ولا الاهلي؟ والله. الاثنين اللي عندهم لعيبه كويسه جدا مين اسهل ان انت تلعب؟ والله، مع اصليه بتاعت ربنا خلي بالك. كان ممكن اجي اقول لك ايه انا الاهلي فرصه لعبي اكتر وما تبقاش فرصه لعبي اكتر وابقى فرصه لعبي بالزمالك اكتر والعكس، فاهم؟ فدي سيبها كده، سيبها سبعة بظروفها. جدا سيبها بظروفها، انا عندي السؤال ممكن الاثنين ما يجوش اصلا. لا ربنا يكرمك ان شاء ان الله شاء تكون الله خطوه كبيره يا في رب الصيف ان ان شاء شاء الله. الله. طيب احمد حسام في الدوري قابلت الاهلي وقابلت الزمالك، ايهما اصعب؟ مواجهه الزمالك ولا الاهلي؟ الزمالك الجونه كسب 3-2 والاهلي تعادلت 1-1. والله هو بص هو الناديين امكانياتهم فظيعه رهيبه طبعا، وعندهم لعيبه كويسه جدا،
دي بتعتمد على حالة حالتك انت وحالة الفرقة اللي قصادك برضه. يعني انت ممكن ما تبقاش موفق في الماتش او مش في يومك، فيبان ان انت ماتش مثلا ضد الاخير على الدوري اصعب من الماتش التاني على الدوري، فهي بتعتمد على حالتك. فاحنا حالتنا في الماتشين دول يعني تقالي كانوا كويسين لاننا ما خسرناش الماتشين. وانت كسبت الزمالك وتعادلت مع الاهلي. فلا الماتشين طبعا انا بحس ان احنا في ماتش الاهلي كنا ادائنا ثابت نوعا ما طول الماتش 90 دقيقه، يعني ما فيش تذبذب كتير في المستوى. ماتش الزمالك كان لنا فترات، يعني الشوط الاولاني كنا عاملين جيم كويس طالعين 1-0، جات لنا او الشوط التاني في اول ربع ساعه كده ما كانتش الدنيا ماشيه معانا كويس خالص، دخل فينا جونين وضغط رهيب طبعا، وبعد كده رحنا رجعنا تاني. ف يعني نسبة وتناسب الفريقين بقى يوم أصعب ممكن على حالة الماتش الزمالك أصعب شوية. طيب انت في مباراة الاهلي كمان عشان الأهلي كان فيه غيابات كتير الماتش اللي لعبناهم فيه لسه راجعين من أفريقيا. تمام، انت في مباراة الاهلي كنت مكلف بمودست، شايف مودست كمهاجم الكلام اللي بيتقال ان هو لا يصلح للنادي الاهلي شايفه ازاي؟ مش هتقول للجماهير ما تتكلمش، الجماهير طبعا شايفة قدامها مثلا ممكن يكون واحد مثلا لسه ما جابش جوان كتير، ما بيأديش مثلا المطلوب منه، برضه سقف التوقعات لمودست قبل ما يجي عالية جدا. واكيد الراتب كمان قوي وجاي من الدوري الالماني جاي من بروسيا، ف بس هو مهاجم الجمهور يعني جبار والله هيدخل. هي الفكرة كلها، بس ان سقف توقعات الجمهور كانت عالية قوي واللعيب لسه ممكن تقول مثلا الله اعلم برضه انا مش معاهم في التمرين، بس انت لعيب الكرة يحسها ان هو ما يكونش ممكن يكون لسه ما تأقلمش، ممكن يكون الدوري مختلف عليه، انت عارف الدوري بره بس غير الدوري هنا. المفروض انك دوري مصر اكيد اسهل من الدوري الالماني. هو ممكن يكون اسهل بس ممكن يكون عشوائي اكتر، ممكن يكون مش مرتب اكتر، ممكن يكون طريقه اللعب في بروسيا مثلا او في كولن اي فرقه كان بيلعب فيها بتعتمد على العرضيات كتير جدا، ممكن يكون ده ميتوفرلوش. وخلي بالك في عامل السن، طول ما عامل السن بيكبر معاه انا رايي يعني ان هو الورك ريت المجهود البدني بتاعه ممكن يقل شوية، فبيبقى محتاج على طول يبقى في البوكس عشان يعرف يديك الميزة اللي عنده اللي هي بدماغ، فاهم؟ فممكن يكون ده ويتوفرلوش قوي، فهي بتبقى محتاجة عوامل كتير. وبرضو انا برضو ما اعرفش، بس هو تقريبا ما كانش حاضر معاهم بري سيزون، برضو فترة اعداد في الاول ما كانش حاضرها، فدي برضو بتصعب عليه الدنيا، وبرضو عامل السن هو مش صغير. طب شايف ان في مهاجمين انت لعبت عليهم في الدوري اقوى من مودست؟ في مهاجمين كويسين جدا لا حالتهم اقوى، دلوقتي اقوى من حالتهم مودست الفنيه اقوى من مودست؟ ممكن. لا طبعا زي مين؟ في مبولولو مهاجم ما يتعبكش في وسط الماتش، لكن مهاجم خطاف يعني عادي، كور عاليه ممكن تاخد منه، هو مش طويل قوي، كورته في لعيبه في فراوده بس كورتهم اعلى منه. مبولولو ده مش طويل؟ لا مش طويل، لا ده هو بقى ان هو قوي بس مش اسد. طويل، لا قوي بس مش طويل. او يمكن انا خلي بالك انا برضو انا ما لعبتش 50 ماتش، انا لعبت ماتش واحد فاهم، فهي برضو بتعتمد انا على فاهم، حد. احنا بنعتمد على الحال. خلي بالك وجاب جون عالمي الماتش ده، كان اول ماتش ليا في الدوري، اول ماتش ليا في الدوري مع الجونه، عملت ماتش كويس جدا كويس جدا، بس جاب جون عالمي، جاب جون نط في الهواء كده جابه بطريقه غريبه، بس طول الماتش وانا بلعب عليه مان وكده هو يعني الاخر ما بتعبش نفسه، هو عارف هو هو بيعمل ايه. مركز، هو التارجت بتاعه هو ده المهاجم كده، المهاجم يجيب جون ويمشي، فهو لا مهاجم كبير طب في فعلا. حد مصري اقوى من مودست؟ يعني مش هي مش مقارنة مع لا انا مش مودست، بتكلم مع مودست، انا بقول مقارنه مهاجم فنيه لا مع هو الملعب، وانك مهاجم، مدافع ولعبت اللعيبه دي في لا الدوري. ما انا ما اقدرش اقول لك ان هو اقوى من مودست، ممكن يكون حالته في الماتش ده كانت اقوى من مودست، مودست ممكن يكون اقوى من ما كده. احنا بنتكلم في كده اللي هو الحاله في الماتش. الحالة اللي انا لعبتها في الماتش مثلا كانت تعبني اكتر من مودست لما لعبته، كان حسام حسن ومحمد سالم ده مثلا انا حالتي ما كانتش احسن حاجه في الماتش، فممكن يكون، بس هو مهاجم كويس جدا طبعا، مهاجم محترم جدا يعني. جميع الانديه بتلعب في الجونه كلهم بيتكلموا عن الهوا، في باب بيتفتح يبقى المرمى ده فيه هوا اكتر من المرمى التاني، والجونه دايما بيحب يلعب عكس الملعب عشان الهوا. شايل الهوا احكي لنا القصه بالظبط، في يعني ايه الهوا ده وايه الحكايه مثلا؟ خلي بالك، واحنا اغلب ماتشاتنا في الجونه ما يبقاش فيها هوا يعني، او انا عارف الموضوع ده ايه موضوع شائع الهوا يعني؟ ايه يعني موضوع يعني الهوا، هو الجونه فيها هوا يعني هو في مرمى غير التاني او الابواب بتتفتح هنا مش ولا مرمى انتوا غير بتعملوا؟ التاني، هو بس الناس كلها بتتكلم لان هو في باب بيتفتح ورا الجون. ايوه يعني هو ما فيش باب تاني في الكوره التاني يعني مثلا؟ لا بس باب اصغر شويه ما بيجيبش هوا زي نقصنا التاني، ما بيجيبش هوا. هي تمام عشان الاستاد حواليه صحراء، فالناحيه دي فيها صحراء الهواء بيجي فيها فاهم، هنا الناحيه التانيه فيها مباني، فالمباني بتسد الهواء شويه فاهم، هنا بقى فوق على الفاضي على طول فاهم، فاللي انتوا بيجي هنا بتستغلوا يلعب في الملعب ده ما بيعرفش يعدي نص الملعب،
فبتستغله انت الميزه دي. لا العوا صعب جدا بصراحه. طيب هل فعلا انت بس مش على طول ممكن تصادف مع 3 4 فرق في الموسم؟ بس خلي بالك الهوا مش على طول قوي في الجونه يعني، هو بيتصادف فعلا زي ما بقول لك كده 3 4 ماتشات في الموسم وخلاص، بقيه الماتشات عادي مفيش هوا يعني. بس هو دايما بيجوا في ماتشات الاهلي والزمالك الهوا مش عارف مش عارف. لا بس الاهلي، لا ده الاهلي كان الجو حلو ممكن بقى السنين اللي فاتت. عمرو قصدي على السنين اللي فاتت. السنين اللي فاتت لكن السنه دي لا، ده الاهلي لعب والجو كان فيه رطوبه بصراحه، بس كان الجو حلو ما كانش فيه هوا خالص. والزمالك برضه نفس الكلام، كان في رمضان بالليل كانت الجو جميل. تمام. انت اصلا كان في قبل كده تصريحات مسؤولين في نادي الزمالك طلعوا يعني، كان تقريبا انا اعتقد كان كابتن اسماعيل يوسف قال اللي هو طلب ان يتم اغلاق الباب. والله انا ما سمعت يعني، هل ده بيحصل فيه فرق او انديه تطلب منكم تقفل الباب؟ انا بص انا بقول لك اصل دي اول سنه يعني، انا مع النادي من زمان بس في القاهره. بس فاهم. لا طبعا في فرق كتير بتيجي تشتكي من موضوع الهواء وموضوع الباب، بس احنا ما بنبقاش قاصدين يعني ان احنا نفتح الباب ونقفل في الباب، ما هي عليا وعليك فاهم يعني. ما باجيش افتح الباب وقت ما انا اكون بلعب في النص الملعب ده، ولما اجي العب انا النص الملعب بتاعي اروح قافل الباب يعني، زي ما بقول لك كده ميزه تستغلوها. لا ما انا بقول لك علينا وعلينا وعليه، بس هي يعني الفكره بس ان احنا بنتمرن هناك فاحنا ممكن نكون متعودين بس. تمام على طيب نادي الجونه ونتائج الموسم ده مع الكابتن علاء عبد العال، كله في الاول كان بيتكلم ان الجونه هينزل درجه تانية، النتائج مش كويسه. دلوقتي الجونه في المركز السابع، شايف الاداء ازاي مع الكابتن علاء عبد العال؟ وهل كنت تتوقعوا فعلا ان انتوا تحققوا النتائج دي؟ والله زي ما انت بتقول كده، كان الناس كلها بتتكلم في اول السنه ان بترشح مين للهبوط، يقول لك الجونه مش عارف مين مين مين، بس الجونه كانت على طول بتبقى اسم موجود في دايره خاصه لو طالع من درجه تانية، فدايما بيتقال ان اللي بيطلع بينزل خاصه لو ما دعمش الاسماء كويس، لو ما صرفش او ميزانيه كبيره. هي الجونه كان السنه دي برئاسه كابتن حصري يعني معتمدين بطريقه جديده ان هم قللوا الصرف شويه، وابتدوا يبصوا في القطاع، ابتدوا يبصوا في الدرجه الثانيه والاعراض يعني. احنا السنه دي في جاي لنا ايمن مكة عامل حاله كويسه جدا في الدوري، كان قبلها بالحاج وبالحاج جبناه ورا من سيراميكا، عمل فرق معانا فرق رهيب قبل ما يرجع تاني في شهر واحد. في احمد محمود، في مش عايز انسى حد، بس في اشرف مجدي، جاي لنا لعيبه اعراض كتير عملت الفرق، واعتمد على اللعيبه الصغيره من تحت. مثلا جاب مش عايز اقول لك اسامي، هقول لك بقى ال 30 اسم فاهم، بس لا طبعا هو اعتمد على اللعيبه الصغيره، واعتمد على قلل المعدل الاعمار شويه، ولحد دلوقتي انا شايف ان احنا الحمد لله ناجحين يعني. شايف كابتن علاء عبد العال بيمثل لك ايه؟ ليه فضل كبير قوي عليا بعد ربنا وبعد اهلي طبعا، ان هو اداني الفرصه يعني. انا كان بقالي 4 سنين في النادي، ما الحمد لله في لعيبه، في مدربين طبعا كتير اثروا في مسيرتي وطلعوني وساعدوني، ومش عايز انسى لك حد يعني، كده ممكن اذكرهم. ابرزهم كابتن رضا شحاته اللي طلعك. كابتن رضا شحاته هو كان اول مدرب صعدني، بس قعدت معاه سنتين ما لعبتش خالص، برضه في الممتاز بي برضه ما لعبتش، كان ماسكني كابتن بيبو مدرب محترم جدا، فكانت اول فرصه ليا حقيقيه السنه دي بصراحه كابتن علاء اداها لي، وانا بشكره يعني ان هو وثق فيا. وهو كان بصراحه من اول السنه بيقول لي يعني، اتكلمت معاه حتى كنت انا اول ماتشين ما لعبتش، اتكلمت معاه اللي هو عايز تلعب، حسيت نفسي اللي هو اقدر يعني افيد الفرقه، وعارف خلاص بقى عارف بعد 4 سنين بقى عندك كابتن بقى عايز تلعب فاهم. هو من قبل ما انا اتكلم معاه، انا اول رد عليا ليه عرفت ان انا لا انا في دماغه، وهو مقتنع بيا وواثق مني وواثق فيا. هو كان اصلا انا خلي بالك ما لعبتش خالص في ممتاز بيه، فكان عادي جدا ممكن امشي في اول السنه فاهم. فكان في ثقه بصراحه من اداره الجونه وكابتن علاء ان هو والجهاز كله بصراحه ان هم لا شايفين فيها حاجه كويسه، وادوني الفرصه والحمد لله مسكت فيها. المنتخب الاولمبي شايف وجودك ايه مع المنتخب الاولمبي، خاصه انت دايما بتبقى موجود مع المنتخب في المعسكرات بس ما بتشاركش، شايف ده هل مكاني شايف وجهه نظر تانية ولا ايه؟ لا هو حته المنتخب دي انت اي حد يتمنى ان هو يروح منتخب مصر باي فئه عمريه، سواء شباب سواء اولمبي سواء اول يعني. انا عايز اقول لك دي حاجه بقى بعيده عن المنتخب خالص، انا كان حلمي من وانا عيل صغير ان انا العب بتيشيرت منتخب مصر فاهم يعني، بعيد بقى عن الاهلي والزمالك. فانت بتبقى ليك الشرف ان انت تروح منتخب مصر، سواء شاركت سواء ما شاركتش،
انت بتستنى فرصه. هو في الاول في الاخر برضه انت ده مش نادي يعني، انت ما اكيد منتخب وفي لعيبه بيعتمد عليه. بيجمع، لا هو بيجمع في الاول في الاخر 23 لعيب والاسطح بيلعب. طب طبعا شايف بيتحارب فرص وجودك في الاولمبياد بنسبه كام في الميه؟ لا دي ما تقدرش تقولها، الموضوع طبعا مش سهل لان القائمه مش كبيره، محتاج زي ما بتقول كده محتاج مجهود ومحتاج توفيق ومحتاج انك ادوس على نفسك اكتر من كده. الموضوع مش سهل لان انت زي ما انت عارف كده، متهيألي انت اكيد عارف الاولمبيات ما بياخدش قايمه زي البطولات في طبعا التانية، في ثلاث لعيبه في من ثلاث لعيبه كمان وفي لو انت لعيبه موجود في منتخب الاولمبي نفسك مين الثلاث لعيبه الكبار اللي يكون معاك؟ اكيد. صلاح و مصطفى محمد، بس هاخد بقى الخط اللي قدام كله، كنت اقول لك مرموش، اصل هم دول المكسرين الدنيا بره فاهم. نروح بقى لاخر فقره وهي فقره الاسئله السريعه. نادي الجونه تاسس سنه كام؟ سنه 2003. تمام. ساعه استنى نادي الجونه قاعه بقى ودي اقول لك الاستاد، انت الناشئين بقى حاسس انت كنت موجود استاد القاهره. الناشئين قاعد في المدرج مش عارف 20,000 مثلا، 15,000، قلل شويه 12، الله 12,000. طب حلو اهو خلاص اهو. مثلك الاعلى محليا وعالميا؟ مثلي الاعلى عالميا راموس بصراحه، راموس من زمان بحبه اني برشلوني بس ما حاجه كويسه كده انت برشلونه كده تمام. بس كنت بحب راموس غريب فعلا بوين. محليا بقى كنت يعني انا ما لحقتوش قوي، بس كنت قاعد اتفرج على الفيديوهات وكنت بحبه جدا جدا جدا. ابراهيم سعيد كان رهيب بصراحه يعني، كنت اتفرج على فيديوهاته كان قوي. ابويا كان بيحببني في ابراهيم سعيد قوي، كان يقول لي ده بص ده كان بيحببك ابراهيم سعيد في الاهلي ولا في الزمالك؟ هو في الاثنين عادي. انت عايز توصل برضه لحته. مدرب بتتمنى انك تتدرب تحت قيادته؟ ماشي، كابتن حسام حسن عشان راح منتخب الاول، وبحب كابتن ايهاب جلال قوي. ام بمور اللي انت بتحب اللي انت تلعب الماتش يعني، بتحس ان الماتش ليه اجواء مختلفه، او شايفه عامل اخر فتره كده ايه شكل المدرجات؟ انا لعبنا الاهلي والزمالك في الجول عندنا والاثنين جمهورهم جم، فالاهلي والزمالك جمهورهم كويس قوي. تستمتع بتحس ان الجمهور الممتع اكتر مين؟ بحس الفتره دي هو جمهورين تحفه طبعا، بس بحس ان دلوقتي الزمالك جمهوره بيحضر اكتر، مش عارف بقى دي ليها سبب معين ولا لا، بس بحس ان جمهور الزمالك موجود اكتر في المدرج دلوقتي، بس جمهور الاهلي برضو الاهلي طبعا. طب مين الجمهور اللي يعني بتبقى عامل حساب وانت بتلعب الماتش حاسس ان في انا يعني بيبقى عليه ضغط اكتر؟ والله مش فكره ضغط، هو انت انا عايز اقول لك هي طبعا بتختلف لعيب عن لعيب، بس انا يعني انا نفسي بحس ان انت الجمهور بيدي متعه للماتش، ما بيدينيش ضغط يعني. مش ضغط؟ لا عادي، اعتبره بيشجعك فاهم. بس جمهور الاسماعيلي انا لسه ما لعبتش الاسماعيلي في اسماعيليه، بس كله بيتكلم ان جمهور الاسماعيلي في اسماعيليه مش طبيعي، مش رهيب. طبعا بيهزوا الاستاد. احنا كده وصلنا لنهايه حوارنا، وبسطت ان انت كنت موجود معانا النهارده في الجول حبيبي. ان شاء الله اتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا في حلقه تانية من 1 on 1. سلام.